الفلسطيني، وهذاك علاش انا اكدت على كلمه مؤثره ونحكيه. علاش في الاوف قعدنا نحكيه، كيفاش سالته كيفاش نعرفك، قال لي صحفي فقط. التاثير تو نحكيه على التاثير وما يحوم حول التاثير والمؤثرين الفلسطينيين. مرحبا بك قبل كل شيء. مرحبا فيكم وبالمستمعين كمان. اقرب لي شويه للميكرو، خلينا نسمع صوتك الشجي. ومعنا زاده بالتليفون اشرف ابو حيا، ناشط في المجتمع المدني والمستشار القانوني لمنظمه الحق. مرحبا بك اشرف. مرحبا مرحبا، مساء الخير لك. مساء الخير اشرف. كان فما امكانيه يطلعونا شويه في الصوت على خاطر مانيش نسمع فيه مليح. كان فما مشكله ساعه قبل كل شيء نتاع لغه، قول لنا خلي نفهموا بعض، نفهموا بعضنا خاطر نستعملوا ساعه هكا كلمات بالفرنسيه. كان فما اي مشكله اسالني. نرجعوا على وجودك ساعه قبل كل شيء في تونس. علي، يعني بداية بحب أقول أنه شرف كبير إلي كصحفي فلسطيني من القدس أني أتواجد هنا في تونس. تونس التي لا ولم ولن نشفى من حبها أبدا، كما قال الشاعر الراحل محمود درويش. أنا كنت موجود ولا زلت طبعا في تونس للمشاركة في ملتقى مغرب مشرق اللي ناقش بدورة استثنائية فلسطين مستقبلنا القضية الفلسطينية، وتحديدا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 223 يوم كما تعلمون، وهي نكبة جديدة بما أننا نتحدث اليوم 15 من أيار، هو الذكرى 76 لنكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 76 عاما، والتي بلغت أوجها وذروتها الآن في المذبحة الإسرائيلية والإبادة الجماعية المستمرة بحق أهلنا والشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كما أسلفت منذ أكثر من 223 يوما، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، هذا ما نقوله دائما. هذا الملتقى أو المنتدى شارك على مدار يومي السبت والأحد الماضيين تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية وسبل دعم فلسطين ودعم هذا الحراك الذي أعاد القضية الفلسطينية إلى الصدارة في كل العالم من الشمال إلى الجنوب. وأيضا ناقش باستفاضة أكثر موضوع السردية الفلسطينية وكيف استطاعت أن تنتصر على السردية الإسرائيلية وتخترق القبة الحديدية الإعلامية التي أنشأتها إسرائيل ودعمها الغرب وأمريكا وبعض الدول العربية منذ عام 1973 حتى يومنا هذا، وباستعمال الأجهزة الإعلامية وحتى مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولات فشلت بفضل تضافر الجهود اللي صار من 7 أكتوبر حتى التوا. أشرف، نحكيه على واقع المجتمع المدني في فلسطين سواء في الضفة أو في غزة. نتصور أنه في الضفة تكون ممكن أرتاح شوية، كان تعطينا لمحة على الواقع هذا، كيفاش نجمو نوصفوه؟ مساء الخير لكل الضيوف كمان ولكل اللي عم بيسمعوا الأثير واللي بيشاهدوه. حقيقة المجتمع المدني الفلسطيني اليوم كمان يعيش تحديات كبيرة. الحديث عن المجتمع المدني في قطاع غزة لا يمكن الحديث اليوم عن مجتمع مدني، كما تشهد قطاع غزة يعني حالة من الدمار والإبادة الجماعية. الضفة الغربية هناك هامش للمجتمع المدني يتحرك من خلاله سواء كان بقطاعات المختلفة الإغاثية، هناك عندنا هامش من الجمعيات التي تعمل في إطار الإغاثة، وهناك أيضا الجمعيات الأخرى التي تعمل في قطاعات مثل ذوي الإعاقة للمرأة والشباب وقطاع حقوق الإنسان. يعني هناك تحديات جديدة اليوم فرضت نفسها، وإن كانت هذه التحديات هي موجودة من السابق قبل أحداث 7 أكتوبر، وبالتالي اليوم تتعاظم هذه التحديات أكثر فأكثر، سواء كان على صعيد الواقع المعاش في الضفة الغربية فيما يتعلق بموضوع تقطع الأوصال وعدم التواصل ما بين المدن نفسها وزيادة اعتداءات المستوطنين وخلاف هذه القضايا والانتهاكات، أو في البعد الآخر المرتبط في كمان الجانب المتعلق بموضوع التمويل، واليوم هناك شح في موضوع التمويل وهناك أيضا تراجع في إطار تمويل هذا المؤسسات والعمل.
وبالتالي هناك تحديات جمة وكبيرة تواجه المجتمع المدني في الحالة الفلسطينية. نأمل أن يكون هناك مساحة لإعادة الحياة للمجتمع المدني في قطاع غزة ووقف الحرب المشنعة على القطاع والإبادة الجماعية لكي يتعافى المجتمع المدني وأيضا يتعافى كل شعبنا في قطاع غزة من هذه الإبادة وهذه الحرب. تفضل علي. أشرف، إذا كان حاضر في المنتدى تقابلنا وحكينا شوية مش برشا، خاصة لضيق الوقت والأجندة. أشرف، في النقاشات اللي حكيتهم كنت حاول ترجعنا شوية على محاور اللقاءات اللي حضرتهم ومحاور اللي تم تعرض لهم في المنتدى مشرق مغرب فلسطين مستقبلنا، واللي كان عنوان كبير وكبير جدا للمنتدى هذا. يعني كما تعلم هناك سؤال اليوم كبير جدا مطروح في العالم ككل حول موضوع خطاب حقوق الإنسان، وتحديدا حينما نتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث الآن في فلسطين وموقف القانون الدولي من هذه الانتهاكات، وهذا ما دفع بأن يكون القانون الدولي اليوم هو على المحك. هناك نرى اليوم كيف كل هذه الآليات الدولية لحقوق الإنسان هي اليوم عاجزة عن موضوع المساءلة، عاجزة عن موضوع حماية الضحايا، عاجزة عن توفير وصول الضحايا للعدالة الدولية من خلال القانون الدولي ومن خلال قضايا حقوق الإنسان. وبالتالي اليوم هو السؤال الأكثر، ماذا بعد هذه الازدواجية في المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية؟ ماذا بعد الازدواجية في الخطاب مع التعامل مع القضية الفلسطينية؟ لا يمكن أن يكون هناك اليوم حديث عن احترام حقوق الإنسان في دول العالم دون النظر إلى فلسطين. لا يمكن أن يكون هناك حديث عن فاعلية الآليات الدولية لحقوق الإنسان دون الحديث عن فلسطين. لا يمكن أن يكون هناك إيمان بأن العدالة الدولية ستأتي من خلال هذه الآليات الدولية إن لم تأتي للضحايا في فلسطين. وبالتالي اليوم نشعر بأن موضوع القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وهذه الآليات الدولية هي اليوم الآن على المحك، ويفترض أن يكون هناك ليس في هناك ازدواجية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان. لطالما نتحدث عن عالمية حقوق الإنسان هي لكل الشعوب وبالتالي يجب أن تحترم في أي مكان. هوني من المهم جدا الربطة اللي مش نحكيه عليها هي ما عجزت عنه المنظمات الدولية نجحت فيه الصحافة اليوم علي عبيدات في علاقة بكسر الحصار، كما قلت اني كسر القبة الحديدية على التعتيم والتعتيم الإعلامي الكبير اللي صاير من 48 إلى اليوم. اليوم نلقاه في السوشيال ميديا، مساعد أساسي وصحفيين الميدان هم كما المقاومين في غزة، فما المقاومين من نواحي دونك المقاومين الصحفيين ودورهم المهم، وشفنا برشا صحفيين انت زملائك تعرفهم بالواحد وتعرفهم بالاسم دورهم اليوم واللي تم استهدافهم. يعني بداية نترحم على أرواح 142 زميل صحفي قضوا بقصف ونيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. أيضا نترحم على روح الزميلة شيرين أبو عاقلة التي صادفت الأيام الماضية الذكرى الثانية لاستشهادها بعد استهدافها بالرصاص الإسرائيلي في مدينة جنين. ومن هنا نقول على أو نلفت أو نشير إلى ازدواجية المعايير، كيف يتعامل هذا العالم مع الصحفيين الذين يستهدفون في أوكرانيا مثلا ومع الصحفيين الذين يستهدفون في قطاع غزة. هذا العدوان المستمر منذ 223 يوما كشف زيف ما يدعيه الغرب من ديمقراطية ومن حقوق إنسان ومن حقوق صحافة. كل هذا دسته الدبابات الإسرائيلية منذ اليوم الأول أو منذ الساعات الأولى منذ 7 أكتوبر. الإعلام البديل هو ما حقق هذه القفزة. الفضل يعود في هذا الاختراق الذي حدث في القبة الحديدية التي نسجتها إسرائيل لحماية روايتها الإعلامية والتي بنت عليها دعايتها منذ 7 أكتوبر، والتي كشف لاحقا زيفها كل ما قيل عن حرق أطفال وعن حالات اغتصاب وعن قتل النساء. الإعلام الإسرائيلي نفسه كشف زيف هذه الادعايات وأن هذه الرواية كاذبة منذ اليوم الأول.
الجندي الأساسي أو حجر الأساس في هذا الاختراق هم الصحفيون الفلسطينيون في فلسطين تحديدا في قطاع غزة، والذين علموا تماما أن ثمن الخبر أو ثمن الصورة أو ثمن المشهد من قطاع غزة قد يكلفهم حياتهم، وفعلا كلف حياة أكثر من 142 زميل صحفي، كلفهم حياة العشرات من ذويهم، هناك صحفيين فقدوا أطفالهم، كل أطفالهم، ليس وائل الدحدوح فقط ولكن هناك عشرات وائل الدحدوح في قطاع غزة الذين استهدفت منازلهم، قتلوا أطفالهم. إسرائيل تعمدت معاقبة الآلة الإعلامية الفلسطينية سواء من صحفيين، إسرائيل دمرت أكثر من 36 مؤسسة إعلامية تلفزة وإذاعة في قطاع غزة منذ اليوم الأول، منذ 7 أكتوبر، وهذا يؤكد أن ما يحدث ليس ردة فعل وليس دفاع عن النفس وإنما انتقام ممنهج. فالعنصر الأساسي في هذا الاختراق هم الصحفيون الفلسطينيون، والعنصر الثاني هو كل أحرار العالم من مؤثرين وصحفيين ونشطاء، مهما كان عدد متابعيهم، حتى لو كان متابعين أو ثلاثة، مجرد أنك تنشر وساهمت في نشر هذه الصور وهذه الفيديوهات التي يدفع الصحفيون الفلسطينيون أساسها، فأنت ساهمت في هذا الموضوع. الإعلام البديل هو من حقق هذا الاختراق، لأن إسرائيل وأدواتها وحلفائها من غرب ومن عرب لم يستطيعوا السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يستطيعوا كتم الصوت الفلسطيني رغم كل التواطؤ من هذه المنصات، من الانستغرام والفيسبوك وتويتر والتيك توك، عشرات الحسابات الفلسطينية، ومنها حسابي أغلق أكثر من 76 مرة منذ 7 أكتوبر، ولكننا نواصل، كلما أغلق حساب نفتح 10، ولأننا أصحاب قضية ولنا نؤمن أن هذا الصوت يجب أن يستمر بالوصول إلى كل العالم مهما كلف الثمن. هذا الاختراق اللي كنت تحكي عليه علي، انه تزيد عليها على الخط اللي حكيت عليهم المؤثرين، مش كان المؤثرين العرب اللي من قبل مؤمنين بالقضيه الفلسطينيه، تزيدوا عليهم حاجه جديده انهم هم المؤثرين الاجانب، يعني الغرب، نشوفوا في جنسيات جديده دخلت على الخط اللي ما كانتش اصلا تسمع وتفهم في السرديه القديمه اللي كانت هي يستعملوا فيها، يروجوا فيها عبر سواء مواقع التواصل الاجتماعي، اللي في وقت من الأوقات حتى مواقع التواصل الاجتماعي جندت لكسر هذه السردية عبر الخوارزميات اللي كانت تتعاقب في نشر المعلومات اللي في علاقة بفلسطين من قريب وإلا من بعيد. مش هذا بركة، أنه تنقلت إلى الجامعات والحركات الطلابية اللي قاعدين نشوفوا فيها في بلدان، يعني يصلوا حتى ينجموا يخافوا على حرمتهم الجسدية وعلى مستقبلهم الجامعي والمهني، واللي هي سابقة في التاريخ أنه تصير هذا شنو نجم نسميه العصيان. هذا مش نقش فيه مع 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 علي ومع مع أشرف خاصة. هل ما حدث في 78 يعيد نفسه اليوم في 78 في علاقة 78 في علاقة بالفيتنام، في حرب الفيتنام، ما حصل في الجامعات الأمريكية في 78 هل يعيد نفسه اليوم بأليات أخرى وبميكانيزمات أخرى، وإلا حاجة جديدة أنتم تراوهم كمتابعين للشأن العام خاصة في علاقة بفلسطين؟ لأنه أنتم أكثر منا تعرفوا مدى تعاطف الغربي بين قوسين مع القضية الفلسطينية، مثلا نعرفوا أنه مثلا في إيرلندا وإلا في 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 كولومبيا وإلا في بوليفيا هذا شأن عادي جدا وموجود دائما المساعدة والعمل المشترك في البلدان هذية، وخاصة الالتزام، يعني الالتزام، وما مدى كيف يمكن الاستثمار في ما قاعد يحصل، ما اللي قاعد يصير اليوم، كيفاش نجم نستثمر فيه أكثر فأكثر. فقط نحب نشير أنه أشرف كان عندك حاجة تحب تقولها، عمل لنا إشارة وإحنا تو نعطيك الكلمة. فقط إذا كان أبدأ مع اللي طرحه نرجع لك علي، يعني بأنه اليوم يعني النقاش اللي تفضل فيه في موضوع الإعلام أكيد يعني موضوع تغير أدوات الإعلام كان لها أثر يعني كبير جدا في موضوع السياق اللي نتحدث عنه في الرأي العام العالمي، ونتحدث أيضا عن جيل الشباب. اليوم هناك مسألتين باعتقادي رئيسيات يجب أن ننظر إليهما باهتمام، بأن ازدواجية الخطاب هي التي جعلت باعتقادي هذا الرأي العام وتحديدا من طلاب الجامعات أن يقفوا أمام أنفسهم،
لأنه كيف يمكن لهم أن يكونوا على مقاعد الدراسة وهناك من الأكاديميين الذين يناظرون عن قضايا حقوق الإنسان، وهم يروا في الجانب الآخر بأن هنالك فرق ما بين النظرية وما بين ما يجري على الأرض وما بين موقف حكوماتهم ودولهم من هذه القضايا التي يتم التنظير لها في إطار حماية الحقوق والحريات على الصعيد العالمي وعلى الصعيد الدولي. وبالتالي اليوم هناك ارتداد إلى مسألة رئيسية لها علاقة بالقيم الإنسانية. وبالتالي اليوم حينما يقف هؤلاء الطلاب في الجامعات المختلفة وفي الجامعات الأمريكية تحديدا ليكون لهم هذا الموقف مما يحدث بفلسطين، ليست المسألة هي مسألة سياسية بالنسبة لهم بالدرجة الأولى، وإنما هي مسألة قيمية إنسانية ترتبط بقضايا حقوق الإنسان فيما يتعلق بهذه الانتهاكات. وبالتالي من هنا نجد بأن الإعلام البديل كان هو عامل حاسم وعامل رئيسي بهذا البعد، لأنه على مدار السنوات الطويلة كنا نرى الإعلام الرسمي المنحاز إلى هذه الحكومات كانت السردية مختلفة والرواية مختلفة والتأثير على الرأي العام كان مختلف. عنا نشرة الأخبار توا بعد 3 دقائق نرجع، مازال السؤال اللي سأله علي العلي في علاقة بالمقارنة بين ما حصل في حرب فيتنام وما يحصل حاليا في الجامعات في مختلف دول من أمريكا إلى أوروبا و جون باس، راجعين بعد الأخبار. نحكي جمعيات. الجدل متواصل عنده 6 سنين وما زال اليوم موضوع التربية الجنسية وإدراجه في المناهج التعليمية محل خلاف ونقاش بين